منذ أشهر قام العديد من الخبراء مع موقع chess.com باختيار أفضل 10 أدوار في كل سنة بدءا من سنة 2000، ورتبوا الأدوار 10 لكل سنة بالنقاط التي أحرزوها من رأي الخبراء. وسأبدأ في هذه السلسلة اختيار أدوار من هذه المجموعة حتى نستمتع بها جميعا، وأرجو أن تنال إعجابكم. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. ضفنا ذو 25 ربيعا دانيال ديبوف، وسنراه يتألق بشدة وفي بطولة أوروبا للفرق. التقى مع الجراند ماستر الألماني راسموس سفين، وديبوف يلعب بالأبيض وأنتج لنا دورا ولا أفضل. حصل على المركز الثاني في أفضل أدوار 2019، فقد واصل ديبوف تضحياته قطعة وراء قطعة، ولكن الشيء مميز أن ديبوف أعلن المات في 13 نقلة، بها نقلتين أعادت لنا الذاكرة لعصر بول مورفي فقر الشطرنج. هيا نرى الدور، والدور ده بأهديه للأصدقاء سامي الجهري وفوزي سعيدي والباشا سلام، مع تحياتي الحارة. ديبوف بالأبيض وبدأ سي فور لفتاح الإنجليزي، ورد راسموس اي سيكس نايت سي ثري دي فايف دي فور. كده اتحولنا الى جنبية الوزير المرفوض، نايت اف سيكس نايت سي ثري بيشوب اي سيفن بيشوب اف فور. التفريع الرئيسي كاسل اي ثري بي سيكس كوين سي تو بيشوب اي سيكس. طالب بي ده السي فور، وهنا الابيض له اكتر من نقلة، النايت اي فايف بيحمي البيدق او البي ثري او ربما يقوم بالتكسير، ولكن ديبوف ترك كل شيء ولعب كاسل لونج، ودي نقلة جديدة ودور جديد. هنعرف ايه الفكرة، والاسود اخد البيدق وديبوف كمل نايت جي فايف. بيضغط على بيدق الاتش سيفن مع الوزير، لكن البيدق محمي بالحصان. الاسود لو حاول يطرد الحصان بنقلة زي الاتش سيكس، ديبوف هيلعب الاتش فور على اساس ان الاسود لو اخد هياخد طالب الحصان، والحصان لازم يغادر ويصبح مربع الاتش سيفن متاح للوزير والرخ، ولذلك لم يلعب الاتش سيكس وكمل نايت سي سيكس. طالب يذهب للمربع بي فور، وديبوف منعه بالاي ثري جي سيكس، بيمنع تواصل الوزير مع المربع اتش سيفن، لكن النقلة دي ضعيفة وديبوف استغلها فورا بالاتش فور. طالب يلعب الاتش فايف ويبدأ الهجوم في جناح الملك، ولذلك الاسود كمل بيشوب دي سيكس طالب التكسير. وهنا ديبوف لعب حسب رأيي نقلة الدور جي ثري، بيحمي الفيل لكن لها غرض تاني هنعرفه بعد قليل. دلوقتي الاسود لو قام بالتكسير الابيض هياخد سعيدا وهيفتح العمود جي، ودلوقتي الابيض بيهدد بالاتش فايف وبيفتح الوتر وكذلك العمود وبيكمل الهجوم، ولذلك الاسود ما اخدش انما لعب كوين اي سيفن، بيحمي الفيل وفي نفس الوقت بيربط بين الرخين، والاسود انهى تعبئته. لكن ديبوف بدأ هجومه الساحق بالاتش فايف، يمكنه ان يأخذ بالبيدق او حتى بالحصان، ولكن الحصان هيكون مجاني لان الابيض هياخد الحصان والاسود لا يستطيع الاخذ، والا كوين اتش سيفن تشيك ميت. وبنفس الطريقة لو اخد بالبيدق،
ولذلك كمل e5 طالب الفيل، وديبوف لا يهتم وكمل hg6 وبيترك الفيل. الاسود لو اخذ الفيل هتبقى نقلة كارثية، لان الابيض هيلعب ببساطة g7 طالب الرخ وبيفتح الوتر امام الوزير، وايا كان دفاع الاسود هيتلقى المات، ولذلك اخذ البيدق. وهنا ديبوف لعب اول نقلاته المتألقة بيشوب g2. دي كانت فايدة النقلة g3. الفيل بيصوب على الحصان الغير محمي، والحصان لا يستطيع الحركة وإلا حيسقط الرخ، وكذلك تم الربط بين الرخين وحيستغله العمود المفتوح. والأسود بيمر بوقت عصيب وكمل e4، والأبيض أخذ الحصان طالب الرخ، لا يستطيع إنقاذ الرخ. فمثلا لو لعب الروك g8 ديبوف هيكمل ببساطة g4 وفتح العمود g، وبيهدد بالنقلة القاتلة f5 وحيتم فتح الوتر على مصراعيه مع الرخ. وربما افضل دفاع للاسود هي كينج g7 على اساس يضع الرخ على المربع h8 وينهي الموقف، ولكن هنا هتجي النقلة المتألقة نايت d5 طالب الوزير والوزير في المصيدة، ولابد ان يأخذ بالحصان، وبكده الحصان اتخلى عن حماية المربع h7، والابيض هيبدأ هجوم المدمر بروك h7 تشيك، كينج g8 روك f7 تشيك. وحنصل لمثل هذا الموقف بعد قليل وحنحلله بالتفصيل. اذا الاسود لا يستطيع الهرب بالرخ، ولذلك كمل fg3. وهنا ديبوف لعب نقلة هادئة ولكن قاتلة، وفي لحظة فارقة كينج b1 قبل ما يهاجم بيستعد للدفاع، ونقلة الملك بتجعل ان في وقت من الاوقات الوزير لا يأخذ على المربع e3 بتشيك، ودي لها فايدة كبيرة هنعرفها بعد قليل. وبالطبع الاسود لا يستطيع الاخذ على المربع f2، والا هتكون نقلة كارثية، الوزير هياخد وهينطلق للمربع h4 بيهدد المات بدون دفاع، ولذلك الاسود هرب بالرخ وديبوف لعب f4 طالب يلعب f5 وينهي الدور. ودي النقلة اللي كان عامل حسابها ديبوف، ولذلك حرك الملك، لان دلوقتي الوزير لو اخد هتكون بدون كش، والابيض هيكون له الفرصة للذهاب بالوزير الى المربع h3 وتهديد المات، ولذلك الاسود كمل بيشوب c8 بيدافع عن النقلة f4، وفي نفس الوقت بيراقب المربع h3 لعدم وصول الوزير، وكذلك بيهدد بالبيشوب f5 ويربط الوزير على الملك، ولذلك ديبوف لعب روك e1. لو الاسود لعب البيشوب f5 الابيض هيلعب ببساطة e4 والفيل لازم يبتعد، والابيض هيكمل بالe5 بشوكة للحصان والفيل والأبيض يفوز، ولذلك الأسود كمل كينج g7. وإذا الأسود استطاع لعب الروك h8 هيقوم بالدفاع جيدا وهجوم الأبيض هينتهي، ولذلك لابد من العمل. يا ترى إيه نقلة ديبوف؟ ديبوف لعب النقلة المدمرة نايت d5 طالب الوزير والوزير في المصيدة، ولابد ان يقوم بالتكسير، وبكده الحصان تخلى عن حماية المربع h7، وديبوف كمل روك h7 تشيك كينج g8، وهنا جاءت روك f7 طالب الوزير، وده الموقف اللي قلنا هنحلله بالتفصيل.
دلوقتي الوزير في المصيدة ولابد من الأخذ بالرخ، ودي بوف كمل كوين جي 6 تشيك. بالطبع الملك لو جه في المربع اتش 8 الرخ هيوصل للمربع اتش 1 بتشيك والمات في الطريق، ولذلك ذهب للاف 8 كوين تشيك روك جي 7، ودي بوف لعب ببساطة بيشوب دي 5. الابيض طالب الكوين اتش 8 تشيك، والاسود مضطر للتغطية بالرخ، والوزير بياخده بتشيك ميت، ولذلك الملك لازم يبتعد. وبعد كوين تشيك الملك لو عاد مرة اخرى هيتلقى المات بكوين اتش 8 تشيك، ولذلك ذهب للدي 7. وهنا دي بوف تقمص شخصية مورفي ولعب بيشوب اي 6 تشيك. في الدور الملك ذهب للمربع سي 6، وحنرى ماذا فعل به دي بوف، ولكن يبدو ان افضل دفاع هو تضحية الوزير امام فيل وحصان، وربما الاسود يستطيع التماسك. ولكن كمل كينج سي 6، وهنا دي بوف اعلن المات في 13 نقلة. بالطبع لن نستطيع الوصول اليها جميعا، ولذلك هيا نكتفي بالفرجة. كوين اف 3 تشيك، الملك لا يستطيع التراجع، ولا يوجد امامه غير البي 5. بيشوب سي 4 تشيك، الملك لو اخذ الفيل هيتلقى المات بكوين سي 6 تشيك، بيشوب سي 5، روك سي 1 تشيك، كينج دي 3، روك تشيك، كينج دي 2، كوين تشيك، كينج دي 1، روك سي 1، تشيك ميت. ولذلك الملك ما اخدش الفيل، انما ذهب للاي 5 كوين دي 5 تشيك. اذا الملك ذهب للمربع اي 4 هيتلقى المات بكوين بي 5 تشيك ميت، ولذلك لابد ان يغطي بالفيل بي 4 تشيك. الفيل لا يستطيع الاخذ لانه مربوط بالوزير كينج اي 4. وهنا جاءت نقلة مورفي الثانية، يا ترى ايه هي؟ دي بوف لعب ببساطة كوين جي 2، مفيش كش، لكن الوزير بيهدد بكوين سي 2 تشيك والمات في الطريق. ونقلة زي دي من الصعب جدا رؤيتها لأي لاعب إلا لو كان موهوب للغاية في التكتيك. على أي حال الأسود كمل بيشوب بي 4، والوزير لو أعطى الكش من السي 2 الملك هيتراجع ويهرب أخيرا، ولذلك دي بوف غير خطته وأعطى الكش من السي 6. ولا جدوى من التغطية بالبيضة لأن الأبيض هياخده بتشيك، ولذلك لا يوجد غير أخذ بيضة الاي 3. وهنا جاءت نقلة مورفي الأخيرة، يا ترى ايه هي؟ دي بوف لعب النقلة فوق الرائعة والصعبة للغاية بيشوب بي 3، نقلة ممتازة. الابيض بيهدد بكوين اي 4 تشيك ميت، ورغم ان الفيل غير محمي الا ان الاسود لا يستطيع اخذه، والا هيتلقى المات في نقلتين بكوين سي 2 تشيك، كينج اي 3، كوين اي 2 تشيك ميت. ولذلك الاسود دافع ببيشوب دي 7 وبيمنع الوزير من الوصول للاي 4، لكن دي بوف له حل اخر بكوين سي 1 تشيك، والملك ليس لديه غير اخذ الفيل. وهنا جاءت كوين سي 2 تشيك، كينج اي 3، كوين اي 2 تشيك ميت. الحقيقه دور رائع وجميل من دي بوف. والان هيا نستعرض عده نقلات مؤثره في الدور. النقله الاولى وهي الجي 3 اللي جعلت الفيل له مكان على المربع جي 2، وايضا النقلة بيشوب جي 2 اللي تقريبا انهت الدور، وايضا النقلة الدفاعية الهجومية كينج بي 1.
وأيضا النقلة المدمرة نايت دي 5، وأخيرا نقلتين مورفي كوين جي 2 وبيشوب دي 3. وسؤالي هو، ما هي أروع نقلة لعبها ديبو في الدور؟ وكذلك هل تشاركني التفاؤل في أن ديبو هو بطل العالم القادم أم لا؟ أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الدور، وإلى اللقاء مع أدوار أخرى أكثر تشويقا. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.